تاني نفس السؤال ولا ده لغم؟ هجيب أنا واحد فيهم. لا على فكرة هو حضرتك هي ما جاتش هنا على اللغم، هي جات على نفس السؤال مرتين برضو بيبقى لغم. طب اوكي انا اي واحد هناخد تاني بوكس. اوكي انا يعني عجباني قوي صراحه حضرتك وعادي. مين اللاعب المصري اللي احرف من صلاح لكن مستحيل يوصل لشهرته ومكانته بسبب عقليته؟ انا عارفه هتقول مين بس طبعا انت عارفه أكيد. مش بسبب عقليته، بسبب الظروف اللي حواليه. بلاش اقول عقليته علشان كلمه عقليته دي طبعا شيكابالا. شيكابالا طبعا يعني، ويمكن صلاح نفسه ممكن يقول لك ان هو احرف منه، لكن الظروف اللي حواليه شيكابالا احرف من صلاح. ظلم نفسه. لو سالتي صلاح نفسه هيقول لك ان شيكابالا احرف من صلاح. مفيش خلاف شيكابالا من احرف اللعيبه في مصر. انا بتكلم الظروف إن... اللي جت فيه، الظروف الاسريه، وان هو جه قعد لوحده هنا وهو صغير قوي، واهله في اسوان وهو يتيم يعني وفاه والده، يعني في ظروف كتيره ما ساعدتش انه يعني. لو شيكابالا بعقليته دلوقتي شديده التوازن وكانت من 10 سنين كان ممكن يبقى زي محمد صلاح. ازاي ممكن يطلع عندنا اجيال كتير زي محمد صلاح؟ الرعايه يعني بس محمد صلاح يعني. لا يعني في دلوقتي في مصطفى محمد وفي لعيبه وفي تريزيجيه وفي، بس محمد صلاح طبعا فلته يعني، فلته زمانه. محدش وصل لمحمد صلاح. محمد صلاح فلته زمانه بره مش عندنا يعني. هو حتى في نجوم ليفربول محمد صلاح معدي كل نجوم ليفربول، فهو هو ظاهره عالميه مش ظاهره مصريه. بنفخر انه محمد صلاح وكله، بس تاكدي ان مصر فيها كتير زي محمد صلاح، فيها كتير زي ام كلثوم، وفيها كتير زي عبد الحليم. الظروف اللي تطلع النجم وتلمعه وتقدمه للعالم هي دي اللي احنا محتاجينها دلوقتي. وفي مشروع بيتعمل اسمه كابيتانو، الدوله بتترعاه وزاره الشباب عشان نطلع الولاد بالشكل ده. مشروع مهم لاكتشاف المواهب فعلا في كل المحافظات. جداً انا سعيد بيه يعني. كمان اللي خلاص اللي جاي الاخيره خلاص الاخيره.